الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وكتابك أن ألفق المنهجي سيبا وحين كجرني دحلك قيبتي حجبية اثنين الحجب بالأشخاص وحجابي دي يمن عندي دحلك أشخاص يضد لقو حجابي الحجب بالأشخاص يعني وحوش هذا منع شخص قف إن لقم من عيو لودي دا من الميراث دحلك أو من بعدها ما دحلك بركي ولقيام شخص شخص قمده يهلدي أقرب منه إلى الميت ميت كوغدو وحي الله العلماء الحج بالأشخاص وحوية قف جيبا دحلك دمانتي لو وذديد يا يو لك قدير يا أما دمانتي لك وذا قدير ما يا قيبتي فرا بنيد ورحاوة لك دم يا يو قيب يربا لو سوريب يا وحصاب تاهي ردا كينا يا نوا شخص ميت كأغدو أيا ميشي چوغو أو إساقر الله رأي أقسام الحجب بالأشخاص أقسام دا يقيبه لا يحي حجب يا أشخاص لقو حجابا واحد الحجب بالأشخاص قسمان ولا بقي بود حجب حرمان وحجب نقصان حجب حرمان يا حجب نقصان الحجب بالأشخاص قسمان والله بقي بود حجب يا يمن عند أشخاص لقوم من عنا يا والله بقي بود من دوا حجب الحرمان أوقف يد حلك إلا قوض قدينا يوم من دوا حجب النقصان نقصان بالقول هدية واحد حجب الحرمان حجب الحرمان هو منع الشخص وأوقف قوم من الميراث دحلك لودي ده بالكلية تنمان مثل حجب ابن الابن أو ابن ابن اللي هو حجابي وي اثنين حجب النقصان وحجب النقصان هو منع الشخص أفقى الله قم من عيال إلى من أوفر حظيه لبدي سيدة وتي بضنيد لقى من عيال مثل حجب الزوجي أو من النسبة لقى حجابي إلى الربع له حجابي ولوجود ولد للزوجة الماء إن زوجته لا ضحى إلا هلي درادد وحيلاي العلماء حجب الحرمان بالأشخاص هو الله بقى يبقى حجب الحرمان أرضح الحجب بالأشخاص هو الله بقى يبقى حجب الحرمان يا حجب النقصان حجب الحرمان وحوى يقفقي أو دحلك إلا قوة قضية ده شخص مرجع كحيقة أو ماشي اللي هرئ أوجد مثلا الميت بعد ندوحه كتغي إينا نورد علي وولد الصلب بالله يا كيسة يا دبر كيسة كسوكايا إيه ولد كولد كيسي إنن كإنن كيسيو يعني فرعية مرها كان ولد الولد كاي مرها دو عدو داري أي تشوكتو إد مر كان ولد الولد أو دحلي يلا يسامة شرتو إثنين حجب النقصان حجب يلا حجب النقصان وحجب النقصان حجب يلا حجب النقصان هو حجب منع الشخص وقفك أو لغا من عيوب من أوفر حظيه اللي بدي سيده يبو تيب بضميد أو لغا من عياله مثل حجب الزوج من النسو إلى الروح زوجكو مروح كود أحلي أفر مركلا بربح ولا قادني مرنا ربع قادني مركا حديا أي الماء أي هوين إذا ما كدمتهي أي الحيدة ما يسكى هودا شام عدك هودا شام مر حدي كتكتو نكه نسكي ولا حجاب يا فرا بدنايو حلق مالك خلا برق هذا لها مالك أفر ميل ميل أيو قادن أيا حجب النقصان وهو قلاون كليا ورثضا ليلا بفرل مد سرعية مد هوسة مد بضرية مد ير ورثضا انت هالا أيوم بحجب النقصان قلا وانا دات خوابنبا وزوجك هي زوجته زوجك هي زوجته دي زوج مره نسم مره روح زوجتنا مره روح مره ثمن
هويده ده مرنا سدس وي قادتا مرنا سدس وي قادتا بنت ابني او بنت ابني مرنا نس وي قادتا مرنا سدس وي قادتا اختها لابخاهي مرنا وحي قادتا نس مرنا وحي قادتا سدس وحا وهي وشن تاسون حجب النقصان ورثه وقالوا لماذا فر المركز له واخوها الزوج والزوجه والام وبنت الابن والاخت لاب وانتهى وحيا دعاء الاشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان واحد شراء قريب نحل ياشا كمذا وحجب الحرمان بالاشخاص انقلين كوي بهالقين نوكشي وحري على الاشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان لا يحجب حجب حرمان لما حجاب ستة من الورثة ليه ورثة كم ذا وهم يقوى على أبو وعبها والأم هو يدا والابن وين انفرد علي والبنت وين انطير شيء والزوج إن انت وما يدخل علي والزوج نكي والزوجة ومن عدا هؤلاء عدي كوا كصهدي فإنهم يحجبون حجب حرمان أي الحجابية حجب الحرمان بالأوصاف ورثونه وذكره وده ورثه متكستاوه نغنكرا قاتلوه نغنكرا وأضوه نغنكرا ورقيقوه نغنكرا حجب الحرمان بالأوصاف لما هو وذكره حجب الحرمان بالأشخاص لكن وأهين وقف دحلكي إسكي قدو إسكي ورساقو ليح دحلياشا كم إذا مقلو وآبها دي عيد كحيتو اسكو قد بيسي ما جيرتو وهو يدا عيد كحيتو اسكو قد بيسي ما جيرتو وابن انا كود علي ميتكو لب يدي ميتكو دونا بها هذا عيد كود اساق اسي ما جيرتو وابنت دا انا انت اوضاي عيد اسكو اساق اسو اسكو قد بيسي او كحيتا ما جيرتو وزوجي هوينة دي قبي بركي اوين سنبطو عيد كود اساق اسي ما جيرتو وزوجتي بركة نكاذو بنتو اتكو رساقي سامو جرتو وخمسة لا يسقطون بحال وهرقى المشاعي نكسو مرينا مقا سميقا شنينا نسينا بقدعين شنو مركة احد الزوجين ايو مركة ايو متكدقا واحد الزوجين بو ادي انتا كسو حضي اول رصداهي حجب الحرمان وقدعا حجب الحرمان وخدعيا قل يا مركا حجب الحرمان وخدعيا وحكم يا اووغا يا اييدا بنت الابنغا ان انت وميت كو اووغا ويهي اختها شقيقدا اختها لابكا اختها لامكا اخ لامكا وعسبوينكي يا عسوي غرا بها يا ان كارهين ان ذا سوى يكوى السلام من يعجب حجب حرمان من الورثه طبعا وعد الى حجاب يي حجاب دخلك الى قادر يا ورثه كميدا قلنا وحنري ان من عدا سته لحدا عدي كسو هبي الذين كواسو ذكرنا وان سو شغل من الورثه كميدا يحجبون حجب حرمان حجابك قادر ايا لحجاب ويليك بيان حجبهم واحد قادتها يقول شيء يا مكرا حجم ولا عدين تهذي واحد الجد مدواء ووقي هو محجوب من الإراث ميراث لحلك ولا حجاب يا بالأب ولا حجاب يا أبو مطلق رئيض الله خلق هذا أي سواء كان هذا الجد وارثا بالفرض يكون حليه أو بالتعصيب يكون حليه أو بهما لبدي يكون حليه وذلك سوى حوية أن الأب أبوه أقرب إلى الميت من الجد يسوى قده والجد إنما أدلى إلى الميت بالأب بقصود وادي ومن أدلى إلى الميت بواسطة قصود وادينا حجبته تلك الواسطة واسطة لا حجابته ككل هذا الحجاب يا حجب الحرمان وأووغي أووغا دحالك وحكا قضي يا أبا ميت كاد علي حدود شوغو أووغ دحال مي يلان أيو أووغا سي أما فرال هكو دحال أيو اما عصاها كوا دحلي اما الله وضبها كوا دحلي يمر هدو ابا تشوغو دحل مي يلا ديو لانو ابها ميت كوا قد هو ووغا
awowgu ee meydka wuxuu ugu soo dhawaaday uu soo marayaa waa aabbaha. Qaacidaduna waxay ahayd meydka qofkii waa sida iyo cid u soo mara, cidda uu soo maray hadday joogto way xijaabaysaa, way isu gudbaysaa. Itnaya aljada midna waa ayeydii, fainaha tuxjabu bilummi, hooyaa lagu xijaabaa. Sawaaun kaana jadata min jihati lab haato aw jadatan min qibali lummi ha haato. Adif ilaa dalika waxaad u geysaa ana aljada umu labi, jadada aabaha hooyadii ah, tuxjaba aydan bilabi aabaha lagu xijaabaa. Liannahaa adlat ila lmayiti bihi, isagay meydka ugu soo dhawaatay. Qofka labaad ee xajbulxirmaan min ashkhaas uu ku dhaca waxa weeye ayeyda. Ayeyda waxaa xijaabta oo dhaxalka iskaga gudubta hooyo. Hooyadaasi ama mid xagga aabbaha ahaato, ee ayeydaasi waxaan leeyahay ama mid xagga aabbaha ahaato ama mid xagga hooye haga ahaatee, mar hadday hooyadii dhashay joogto ayeeya iman mayso, ama hooyada tii dhashay ha ahaato ama aabbaha tii dhashay ha ahaato. Laanna hooyanimay ku dhacdaysaa markaasi ayeydu, dee hooyadana tii markaa asalka ahayd baa joogta. Waxaa kalood u geysaa bay yidhaahdeen ayeyda waxaa kaloo xijaaba ee aabbaha hooyadii ahayd, dee aabbihii ay dhashay hadduu joogo ilma uu sii dhalayna u dhintay, aabbahaasa xijaabayo hooyadii dhaxal yeelan mayso, laanna meydkeed dee waxay ugu soo dhawaatay aabbahan jooga. Thalaatha aljadatu albaciida, ayeyda fogee min jihati alabi ka mida ayana waa la xijaabayaa. Idaa kaana lilmayiti jadataani, markay laba ayeeyo meydka u sugnaadeen, waqad iqtalaba nasabuhuma, nasabkoodina uu iskhilaafay min xayu aljiha iyo wadarajatiba, wadalika bian kaanat ixdaahuma min jihati alab walukhraa takala min jihati alum, wa kaanat ixdaahuma aqraba ila lmayiti min alukhraa bay noqotay ka ummi ummin iyo wa ummi ummi abin ba weeye. Faina alqariibata tadawa min jihati alummi kamidi tacjubu albaciida tafogee min jihati alabi qatcan, khilaaf laanba way xijaabaysaa. Wataakhudu sudusa waxdahabay qaadan, laana lahaa quwatayni laba awoodood bay leedahay qurbu daraja darajadeed oo dhow, wa kownuha min jihati alum iyo inay xaggii hooyada ka socoto, liana alumma hiya alaslu ayadaa asala, waaljadaatuna farcun lahaa ayada ayay farac u yihiin. Waxay leeyihiin culimmadu waxa kaloo ayana la xijaabaa ayeyda fog ee xagga aabba ka timi. Haddii qofka nintay uu leeyahay laba ayeeyo, nasabkood iyo darajadooduna ay iskhilaafsan yahay, oo macnaha nasabka midba dhinac bay ka timi, xagga aabba iyo xagga hooyadahi kala yimaadeen, xagga darajadana isku darajo maaha, way kala durugsan yihiin ama way kala dhow yihiin. Xagga markay nasabkoodu iskhilaafay waxa weeye, midna xagga aabbay ka timi midna xagga hooyo. Xagga darajadana midkood baa meydka ta kale uga dhow. Waa maxay? Waa ummu ummin, waa meydkan hooyadii hooyadii dhashay, iyo ummu umma abin, meydka hooyadii hooyadii, meydka aabbihii hooyadii hooyadii, iyo meydka hooyadii hooyadii. Waa sidaa, meydka ayeydii hooyo iyo meydka ayeydii aabbo ee labaad, iyadii aabbe ee labaad oo hooyada, meydka aabbihii hooyadii hooyadeeda. Waxay leeyihiin markay sidaa tahay, ayeydan dhow ee xagga hooyo waxay xijaabaysaa ayeydan fog ee xagga aabbo, inay isku darajo maahee. Suduskii lix meelood meeshiina keligeed bay qaadanaysaa, oo maxay u qaadanaysaa? Laba arrimood bay ku qaadanaysaa, laba quwadood bay leedahay. Mar bay ka dhowdahay oo tanna waa hooyada hooyadeed, midina waa aabbaha hooyadii hooyadii, oo hal darajay ka sokaysaa. Midda kale awood kale haysataa oo iyadu uu xaggii hooyada ayay ka socotaa, hooyaduna waa ta asalku ah, dee ayeeyooyinkana wax lagu dhaxlayo, ayeeyooyinkana iyadu may farac ka sii yihiin. Wuxuuse yidhi wain kaanat iljadatu min jihati lab, wain kaanat iljada min jihati lab, hadday ayeyda xagga aabbo hiya alqariibata dhow tahay, walatii min jihati lummi hiya albaciida, ta xagga hooyana ay tahay tafkoog ka ummi abin, waxaa joogaa meydka aabbihii ayeydii aabbo, oo macnaha aabbihii dhashay, wa ummi ummi umbid
iyo meydka hooyadii hooyadeed hooyadeed ayaa jooga. Fayna ladhara si adharka ay fi madhhab shaaficiya anaha laa taxjubuha ma xijaabaysa weeye anaha yani ma xijaatan yani xagga hooyo ama yani fainaha fainna ladhara fi madhhab shaaficiya anaha tan xagga aabe ee dhowi laa taxjubuha taa xagga hooyo fog ma xijaabayso bal tarithaani macna asudusa bal labadoodi sudiska ayay wada qaadanayaan لأن الأب أبوه لا يحجبها ما حجابية في هذه الحالة حالة أبوه ما حجابية فالجدة التي تدلي به إذا كسر رواتينا أو لا أيضا كما أن لا تحجبها إلى حجاب وحي الله العلماء وحدي أي أيضا دوي حق أبك أهاتو أي أيضا فقنا حق هو يأي كتب أهاتو وأم الأبي وميتك أي أيضا أبو إيه هو أبيه بشيء إيدي أبو أبي هذا شيء بيتوكتا إي أم 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 نو ميتك أييدي هويوت أييدي ولي بسي هذا شيء بيتوكتا تاسم بانول تي ده حوالي دمات أما موارع جاكو قمتاي وعي لين أذر كو حوالي يتن دوي حق أبو تافوك يا حق هو يينان حجاب إنني أي سودس كي ودقادان أيام لأنه وحي لا يهين هذه وهل كابا أبا تشوقي لها دي حالة دن محيشابين أي دن محيشابين وآبا هن لبدي يسوها داي مكاوية حان الله هيد آبا هن لبدي يسوها دو تشوقي لها إيا أم 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 من هدين وذي تشوقي لها يين أبو محيشابين أي إذي مركا آبا هن هو إذا حيشابي كرين كسو دواتينا أي نوي كسي أو لنسان تهو محيشابي يسو أبو روح حجابي دي أيدي كسر دواتيون أي ساق بشي لكن أيدي حقه هو يكتمي أيدي من حجابي نواتي الهروب صبر راي قال في الرحمية تحبي أبو حكوي لمركة شاخي لها وإنت من قربا هدي أيدي دويد لأم وصغناتو حجبت وحي حجابي سا أم أب أباه يدي وبعدافه وسدسا صلبت وصلبت أخذت way salabayna way wada qaadan suudiskiina way inday ugu qurbaa iyada dhawi aday tahay lumin hooyo aday u suulaato xajabad waxay xijaabaysa umma abin bu'da aabaha hooyadii aabaha meedka hooyadii macna ayaydi aabo ee fogeed bay xijaabaysa wa suudsan salabad suudiskiina way qaadan way inta kun bil aksi hadaysa sida aksiga tahay oo tafoogta dhawina ay aabo u suulaato tafoyo dhafogina hooyo u suulaato فالقولان ففيه القولان لبادي قول ايا كسغن لبادي قول منصوصان في كتب اهل العلم اهل العلم كتبته هذا لقو عدي لا تسقط البعداء ما دعيس على صحيح هذا قبلنا لبادي قول صحيح هذا قبلنا ما دعيس وتفق الجل معظمك ايا وينك اصحاب الشافعين وحي يسكن راعين على التصحيح قول خائن لا تصحيح يسكن وافقين لما قول يا خسرنا ويريد يساوي حجاب يسا قال لكن صحيح هاي وحوي إن اللي تفقي إيه حقه يا أنا دعين وتفق الجل ماذا حي وين تي ماذا بقى الشافعين وحي يسكن راعين على التصحيح إيه قول خات صحيح أربعة وفق أفراد حجب حرمان لا حجاب أيام وولد الابن إنن كميتك المه السيد علي ويعجب أولاد الإبن إنن كعرورت السيد علي والي حجابي ذكورا كانوا مناثا أما هلا بعدان ما هدد يقادان بالإبن إنن هم لي هدو تشوق سواء كان أباهم هيا أو عم اللهم هيا والي إدلائهم بيسيكو سودا وادين أو لأنه عصبة أقرب منه وي وهذا كان حكم مجمع عليه بين العلماء وحكم العلماء نحن اللي سوا فخصيهي وهكذا كل ولد ابن أي الله مذا أو يحجب من هو أبعد منك كفق وحجاب أيام وتزيد بنات الابن وحي مركع الله يران أيام أن هنا يحجبن بالمنتين بل هو حجاب أيام إلا إذا كان معهن من يعصبهن إنه لجر عيد عصب أيام مويان ومن أبناء الابن ابنك أبناء ذي سكمني سواء كان في درجة هنا هيا أو أسول منهن مكوسية وعلي العلماء وقف كأفراد يحجب حرمان بالأشخاص لقو حجابا
وولد الابن دي إن كان ميتكو إلمه سيد علي نحل كان ولد هدير لقو ينهضو لم يدد مو يسكوش له مرك لكن الشيء يود ابن مالوري مرك إن الله الشيء بنت مالوري لكن ولد هدير لقو ينهضو لم يدد مو يسكوش له أولاد الابن مرك والد حجاب يود حلك واحد كور الساقية أما هلا بعدنا ما عدد جهداني إن نور علي مر هدي قفور دلعي إن نور دلعي وشوجو إنه ويل ما إيمان أيوه أما إنه ويل ما إيمان أيسا مر هدو ميدو دلعي أو إنه نشوجو أما ها هذا أبوه هذي دلعي نو نغن كرا ودي عروتي سمي حجاب أيام أما أدير كتب نغن أيايو دي إيسا ومرك أديروا أو هدو أبوه هذي عين دي إيسا وحلو حجاب أيام إيسا يكسر دوادين ومن أدلاء إلى الميت بواسطة حجبته تلي واسطة إيمان إيسا أما لأنه عصبة نغرب منه مركو أدير كود يهينا ديوو كدو يهين وانا حقول العلماء دو سكوش معين وحلم إذا ولد الابن كسا مد كسا أو كسيفق يسوي حشابة يا هدو ابن الابن تشوغو يا ابن الابن الابن هدو تشوغو كم مركا الله مد كسا الله صوت الصدي كميتك صوت رسالة عليك اللبوة صوت رسالة عجابية حبلوها أيها بنات الابن وحبلها ميتكو يعني إنا كيسو دلي أيها وحي لباريهين وحي لوحي شابا لبا بنتو كلي هدي تشوغان لبا بنتو إلا سلسان كيبا قادر أيها ما هدي سلسان كي قادر أيها أحبو صحر ما أيها اللهم إنو مركا دي عصب أيها أبناء الابن دي عيد كمدين عصب يسمو يعني الابن المبارك أما الأخ المبارك الله إله هذا إنه هلان مويان أما يسكد رجعها هذا أما يعني هكه سيئة إنه كاسمر كاسوك عيه مويان خمسة الأخوات والإخوة والأخوات من كل الجهات وأولا له كوين لما يكوين الدقاء شاك سكي مادان با وينقل الله شرادين لحجابا يقام ويعجب الإخوة والأخوات والحجابة سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أم من الأم حق يدوران بحكا هذا ألف بالأبي أبا لغو حجابة با هو الابن هنا با لغو حجابة جيم وابن الابن هنا كينا كيسبا لغو حجابة وهذا حكم ثابت وحكم خسر بإجماع العلماء لأن جهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة مثل قهر مريوية قال شر هذه أيضا حجب حرمان بالأشخاص اللي جو حجابه وحويه وأول عليه أما حلا بعدنا ما حد دقي هذا ولا له لبي الذي مت كيدونان بها هذا أما هو ذاقان ميت كأبيه هو يبه أما أبون هو ذاقان أما هو يون هو ذاقان صدق على ياش كم ذي هدي شوقان مي مادان أبو مالو أب شوقه ولا لكم دحلان ابن إنا نودالي ميت كاسي إنا نودالي هدو تشوغو دحال ما يشاو ورالو ابن الابن إنا كي ميت كو إنا نوصير دالي هدو تشوغو ورال ميشا كسو دوان مايا وانا علمات أيام مسألة كويش ما عضي مركا إنو عصبا لكهد لينينا دي جهة البنوة وقوه الرئيسي جهة الأبوة كوحيتي جهة الأخوة نواكسي دميسي ويستثنى من هذا الجد ما لقصه الرئيبية فإنه لا يحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيات من حجابه وكذلك الإخوة اللي أبنى والأبد والأخوات لأب بل يريثوا وإياهم واوضى نحريان لكونهم سواء في القرب إلى الميت ميتك دي وودويهين ووسمين حق دوان شاب وهم أيضا لم يدلوا به إلى الميت ومريسوا دوانين وحي علمات اللهيهين وحي لقصوا الرئيبية حونك إنش هذا أبوضو أما أبا النماذو ونماذي ندعي كتشرتين إنش هذا ولا النماذا كهو الرئيسو أبوكم بها لقصوا الرئيبية ويساقوا جهة الأبوة كترسا حدنا يساقوا ولا لها شقادة لبي يبدي متكيهين با أما ولا لها حق أبو محي كابو سيدا أبو يحي كابو بل وي وضع نحلان وي اووغا يا ولالوه دي ميت كيسكون بيوچريانو مدنا ابوهم بودو شكغا يمريا مدنا ابوهم بيكفر عامين ميت كي مركو هلكا يهي
walaalahuna aabahan u bay u soo marayaan awowguna aabahan u buu soo marayaa marka ismiin bay u jireen way u siman yihiin saa daraaddeed baa markaa ayagu ay wada dhaxlayaan midda labaadee kumay soo dhowaanin oo isaga kumay soo dhowaanin maydka umay soo marin haadaa kaafaan wayasiidu liqwa liab walaalaha xagga aabo waxay la dheer yihiin walakhawaad liab أنهم يحجبون أيضا بالأخ الشقيق يا لقو حجابا وبالأخت الشقيقة يا لقو حجابا إذا كانت مع البنت أو بنت الابن مرخيتاي لأنها تصير عصبة مع الغير أي نقول إيسا وتصبح كالأخ الشقيق أي نقول إيسا ولا خوات الأبي يحجب أيضا أي نوا يحجبن أيضا أي نوا الحجاب يا بالأختين الشقيقتين يا لقو حجاب يا إلا إذا كان معهن أخ لأب إنه ولا الأب لشرم وين فإنه يعاصبهن وعصبين يا ويرثنا معه وانا لا دخليا وعليه العلماء ولا لا حق ابو لم يددي مدكي دونان بها هادان وحي لا دير يهين او لو حجابيا ولا شقيقه هل انو يسكو به يهين او ابي هويبه وداغان حدو ميدو كتغو ولا لها ابو ان ما يحبل مدكي يهين بما يمادا باهينا باه ما دحشو وهلك لا يداهو waxa lamida ayana inan qoray meedka xagga hooyo iyo xagga aabada ka walaalayeen hadii ay isgarab sadan oo inan meed ku dhalay ama inan ka meed ku dhalay oo si dhalay ay la joogto labada dubar way isgarab sarayaano inan taasi waxay noqonaysaa casab macal qeyb uqtada shaqiiqada ahi عصب مع الغير أي نقرسها وحنية لنيسا قوة دي ولال كذا كره ولاله أبو مركا ماشى ما يمريان وهدوم ما يدمن تا أو كتبا إنا نودلاي إيا إنا نحق ويا حق أبك ولا ليهين إيا ولا رب ذن يحق أبك ولا ليهين ولا لا حق أبو ما يمريان إنا إن ربنا خلاص ما خاطر صريا ترو دلاي نسبة قادر إيسا تنك نسبة قادر إيسا بس ولا الله أن ماشى كبحيا لكن هدانا إن أنت سيتشوغين دي سودس كيبا يوم مرخاي مرايا سودس كيبا يوم مرخاي مرايا ولا خواتو لأبين أيقنا وحي لديريهين ولا خواتو لأبين يحجبنا أيضا غير وحا لقو حجابا بالقتين الشقيقتين لراحب الله دي ميتك وأبيه يبو داقان حديا أي قفقا ننتهي أي لبحب الله دي حق وي حق أبو كولا ليهين أي تشوغان ولا ليه حق أبي حبلها أها ما يبادان يقول إلا إذا كان معه ناخل لأب ولا لأبين لتشو قموين فإنه يعصبون وعصبين ويرثن معه وانا إلا نحليا أما الأخل لأم ولا الكيساق حقه يو فإنه يحجب والحجاب بالإضافة أيضا لو قينا إلى الأب والابن وابن الابن ألف بالبنت أيها لقو حجابة وبنت الابن ما لقو حجابة جيم والجد ما لقو حجابة وكل هذا بإجماع بالإجماع وإجماع ولا لك إساق ميت كأي حقه ويمك ولا ليهين حط الصدح ليه هنا ولا لها حجابة يوا حجابة ينا أبيبا حجابة وإنك ميت كنا لبا حجابة وإنك ميت كنا كسنا لبا حجابة لكن إساق وكسي تاق دريها يو وحا حجابتا إنه ميت كنا لها دي جوكتا وحجابة إساق waxa kale oo xijaabaysa bintu libni inanka meedku yanu siin leh hadii joogto wax xijaabaysa aw haduu joogo walaal xaq hooyay ma maaya wahaada wakullu hada bil ishma wa masra'u ulama ku ijmaacay amma lum hooyada miya fala tahjubu al akhl um hooyadu ayada walaalka xaq hooyay ma xijaabto wa in aad la biya haba ku soo dhawaadeen la anna shard hajb al mudli bil mudla bihi shard in lagu xijaabo kan soo dhawaaday kugu soo dhawaaday lagu xijaabo imma ittihadu jihati ma wa in jihadoodu ay midowdo kal jaddi ma'lam wal jaddati ma'lam aw istiqaq al mudla bihi ama kan lagu soo dhawaaday oo mudanaya kullu tariqati tarikada dhamaanti lagu farada hadu kaliyo kala akhi ma'al abiyo kala way wal ummi ma'a waradaha wal ummu ma'a waradaha laysat kidari samayhanin laana tarithu bil ummu way ku dhacalaysa ولخ من الام من يرث بالاخوه بخد حريا ولم لا تستحق مدن ميسو جميع التركه تركه دمانت اذا فردت مركي كليدو بل تاخذ ثلث فقط ثلث كليه قادتها
waxay leeyihiin culimmadu hooyadu ma xijaabto walaalka xagga hooyo. Qofka soo meydka waa sida ugu soo dhawaaday, waa sidaasaa xijaabta masalada waa laga soo reebaa, oo aliqwa li'um ayagoo hooyada ku soo dhawaaday, hooyada haddana ma xijaabto, haba ku soo dhawaaday. Waxay leeyihiin waxaa loo shardiyaa xijaabidda kan ku soo dhawaaday, ku ku soo dhawaaday lagu xijaabaya xajb almudli bilmudla bihi, kan soo dhawaaday xijaabidda lagu xijaabaya, kuu ku soo dhawaaday marka la isu xijaabaya, imaa waa inay darajo isku jiha yihiin, sida awowga iyo aabu way isku darajo way isbareen, ayayda iyo hooyadii, ama waxa kale oo markaa ayadana lagu xijaabaa marka uu kan lagu soo dhawaaday tarikada oo dhan hadduu kaliyaba dhammaanteed wada qaadan lahaa, sida walaal iyo aabbo oo kale, laanno aabbo hadduu kaliyoobo dee wuxuu dhan wada qaadanayaa. Laakiin markay hooye iyo waladkeeda tahay saas leeg maaha, hooyadu waxay ku dhaxlaysaa hooyanimo, walaalkan xagga hooyana wuxuu ku dhaxlayaa walaalnimo, hooyaduna tarikada oo dhan ma wada mudanaysa hadday kaliyowdo, iyadu markaa sulusu may qaadanaysa halkaasay ka baxaysaa. Laakiin hadduu aabba iyo walaal markay yihiin dee aabbu hadduu kaliya wuxuu dhan wada qaadanaya, saa daraaddeed baa markaa ay walaalkii xagga hooyo hooyadii uula dhaxlayaa. Dariisku halkaa inuugu joogo, wallaahu acalam.